أفاد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي اللواء الركن طيار راشد الجند إن هناك 3 طائرات من نوع سوخوي وصلت إلى ميناء الحديدة ضمن صفقة تم توقيعها بين اليمن وروسيا البيضاء في نوفمبر عام 2009، وما تزال في ميناء الحديدة لاستكمال الإجراءات القانونية مع الجهات المعنية ليتم نقلها بعد ذلك إلى القاعدة الجوية المخصصة لها. وقد نفى الجند خلال تصريح نقله موقع سبتمبر نت الإخباري، نفى ما تناولته بعض الوسائل الإعلامية والصحف العربية والقنوات الفضائية الخارجية عن نقلها من ميناء الحديدة إلى محافظة صعدة، والذي يصب في إطار زعزعة الثقة بين الشعب وقواته المسلحة وقواه السياسية، داعيا تلك الوسائل ومراسلي الصحف والقنوات الفضائية إلى تحري المصداقية.